دي طبعا رسالة الكابتن جمال عبد الحميد اللي خلتنا نفتح ملف المباريات اللي عليها اعترافات وعليها تصريحات مهمة جدا وكبيرة جدا. وبما انهم بيتكلموا عن كابتن عماد النحاس وتاريخ النادي الاهلي تاريخ كله معروف للجميع، فحبينا نلقي بقى الضوء على تاريخ المباريات اللي بيحصل فيها ازمات وبيحصل فيها حلوين مع بعض. اهم التصريحات دي او التصريح الترند حاليا يمكن قالوا السنه اللي فاتت ورجع قرروا السنه دي الكابتن محمود ابو الدهب ناشئ نادي الزمالك ولاعب النادي الاهلي، طلع بتصريح مهم جدا حابين نسمعه ونرجع نعقب. ان يقول لاخوك يسيب الماتش بس، بس انا استحاله ان هو مصطفى كان يعمل كده. قلت له ما انا ما اقدرش اقول له حاجه زي كده، ممكن انا قلتها له. قال لي طب انت امحي تاريخي ده كله، انت مش سيب بمعنى سيب، يعني ما انتوا يعني مش محتاجين المباراه في حاجه، ما انتوش عايزين المباراه. بعد الجون الثاني بتاع مشاي رحت راكب تاكسي ورايح الاستاد، قابلت الكابتن جمال عبد الحميد فقال لي كلمه كده حاجه، يعني انا داخل عادي، انا ناشئ في نادي الزمالك حتى داخل على اللبس بتاع اللعيبه زعلان، انا بكلمك بامان. ففوجئت لقيت الكابتن جمال عبد الحميد يقول لي قول لاخوك مبروك عليك الدوري، بس يعني خسرتونا الدوري. وكابتن ابو رجيله قالها للعيبه النادي المصري، قال لهم مبروك عليكم. طب المدرب اللي كان طلب منك وقتها انك تتوسط او تروح تكلم مصطفى تاني، قال لك ايه بعد الماتش؟ مشيت من الزمالك. مشيت من الزمالك بسبب الموقف ده. انا والله مشيت من الزمالك وما اتمرنتش مع الفريق الاول تاني، وده كانت اسعد خبر سمعته في حياتي. يعني هما مشوك في الزمالك ما اتمرناش تاني علشان الواقعه دي؟ عشان المصري رفض او مصطفى. طب انا اقول لك على حاجه بس عشان انا الكلام يا اسلام، انا حتى كنت واخد التذكره بتاعت السوبر جيت اتخصمت مني. يعني حتى حق التذكره بتاعت السوبر جيت ما سبتوهاش للكابتن محمود ابو الدهب كمحاوله ان هو حاول يكلم الكابتن مصطفى اخوه. طب حق التذكره والله دي اللي وجعتني الكابتن في الموضوع، وده اللي انا علقت عليه في الحوار، لان التذكره دي موضوع صعب جدا، سيبوا له حق التذكره بتاعت السوبر جيت. والحقيقه الواقعه دي كانت بتتكلم في الدوري اللي لعب فيه النادي الاهلي مع النادي الاسماعيلي مباراه فاصله، وكان المفترض لو نادي الزمالك حقق الفوز على المصري يكون هو الاقرب لتحقيق الدوري. والكابتن محمود عبد ابو الدهب بيتكلم بشكل واضح جدا ان هو هيكلم اخوه مصطفى ابو الدهب وهو كان في قطاع الناشئين. بس المفارقه الغريبه، واحنا كنا بنتكلم لسه على الكابتن جمال عبد الحميد، ان الكابتن جمال عبد الحميد قابله زعلان جدا ان فريق المصري فاز، فبيقول له قول لاخوك مبروك على الدوري، في طبعا جمله فيها استهجان على فريق المصري اللي بيلعب قدامه الزمالك وهو مش محتاج اي حاجه من الدوري. قصه بقى مشيان الكابتن محمود ابو الدهب من عدمه مش دي قصتنا، احنا قصتنا هل الواقعه دي حصلت بالفعل ولا الكابتن محمود ابو الدهب بيقول كلام مرسل بغض النظر عن تذكره السوبر جيت. في اتنين تلاته اربعه ممكن يعتقدوا ان الواقعه دي مرسله، بس للاسف مش مرسله. حتى الاتنين تلاته اربعه دول مفترض يعرفوا ان في واقعه اتحكت هي كارثيه عن طلب تفويت مباراه موثق، يعني فعلا فيديو للتاريخ. ازاي نتاكد ان الواقعه كارثيه والواقع فعلا حصلت؟ كابتن عفت نصار، وده واحد عمره ما هيقول عن الزمالك حاجه سيئه، ده هو بيعترف بواقعه. وفي لحظه كده كانت على طريقه فيلم الكتكات خرج فيها كل الكلام. نشوف الفيديو. احنا خسرنا الماتش ده عشان مجلس اداره هو اللي خسرنا. يعني مجلس اداره كان عندنا ماتش الاهلي وبعد الاهلي في القناه. احنا لو كسبنا ماتش المصري ده واتغلبنا من الاهلي هناخد الدوري برضو. لان كنا فرق خلاص انت فرقت. والمجلس خسركم ليه بقى؟ جم قالوا خلاص هم عملوا اتفاق مع المصري ان هم يلعبوا المباراه دي خلاص محبه، محدش يتعور، محدش يدخل جامد، يعني حلوين مع بعض. يعني بس ففوجئنا طبعا شوطه من سايب الياسمين. يعني ده السبب يعني انا برضه مش بقول زي روحنا عملنا انا برضه مش بقول زي الكلام ده يعني بقى الكابتن الزمالك هو بيتكلم الراجل شاهد على العصر كابتن مصطفى عارف الكلام دوت بس هو عارف يعني حتى الجماهير كانت بتقول كده احنا ما فوقناش الا لما شاطت الكوره بتاعت كابتن مصطفى جت جون فوقنا جالنا بنالتي فده بره الاتفاق بره الاتفاق قول يا كابتن عفت وسمعني كلامك حلو ومتعني قول يا كابتن عفت قول الله يكرمك
الواقعة مثبتة ونفس الأحداث ونفس التفاصيل، بس في كلمة خطيرة جدا كابتن أبو الدهب وهو بيحكي. ممكن تعتقد لاعب كلم لاعب وجاء أسامة وقف عند حتة بتاعت كابتن جمال عبد الحميد، فممكن تفهم إن الموضوع حصل في إطار لاعبين بعيدا عن مجالس الإدارات. إذا بكابتن عفت نصار يأتي بالقضية ممكن، ويقول مجلس الإدارة اللي جالنا وقال لنا كذا، الواقعة في أرشيف التاريخ، أوعى تكون ما بتسجلش اللي بيتقال دلوقتي.